بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وأنيس نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن على بوابة شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام، نقف لكي نستزيد من أنفاس علي وبركات علي ومعطيات علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أرض الجوادين عليهما السلام، ومن قناة الجوادين، ومع ضيف الجوادين سماحة الشيخ محمد كنعان رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان. أرحب به أفضل ترحيب. سلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله. نتشرف بمجيئكم لحضرة الجوادين. حياك الله. وإن شاء الله وفقتم لخير الدنيا والآخرة. طول عمرك. نحن نتعايش مع شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو المعطاء ورجل الأمة الثاني بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمصيبة التي مرت على الأمة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألمت بكثير من المؤمنين، وأول المؤمنين هو علي بن أبي طالب عليه السلام. على أعتاب شهادة علي بن أبي طالب، ماذا يمثل شخص أو كشخص علي بن أبي طالب وإمام، بعيدا عن معطيات الطائفية، ماذا يمثل للأمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولا عظم الله لكم الأجر إخواني المشاهدين في أيام شهادة علي عليه السلام. ثانيا الشكر لله وللجوادين على استضافتهما لي في هذا الشهر الشريف الكاظمي، والشكر موصول لك أستاذ كرار ولطاقم المرافق الإخوان الكرام على حسن هذه الاستضافة. العودة إلى سؤالك أستاذي الكريم، شوف يا ابن أخي، الأمر ليس بهذه البساطة. بعيدا عن أي معطى، أنا الآن لا أتحدث لكوني من الطائفة الشيعية أو من شيعة علي، إذا صح لي أن أسمي نفسي من شيعة طيب. علي، نحن من الموالين إن شاء الله طيب. لكن لو جاءك أجنبي عن الدين كله فقال لك ماذا صنع نبيكم طيب. أين هي ثمرات زرعه؟ أحسنت. ما كنت تجيبه؟ في مجموعة من الناس تعاطى معهم رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يبلغ تعدادهم المليون بني آدم، قد يبلغ تعدادهم مليون بني آدم، بين الوفود التي رآها، بين الأصحاب الذين بقوا معه، بين يعني قد يصل عدد إلى من هالمليون طيب. ماذا صنع نبيكم؟ أنتم تقولون إن محمدا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء ولا نبوة بعده طيب. فإذا مفترض بهذه الخاتمية أن تكون مهيمنة كما كان كتابه مهيمنا كما يقول الكتاب، ومهيمن مصدقا أحسنت. لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذا ثمة هيمنة طيب. كيف تستطيعون تظهيرها؟ لولا علي عليه السلام صلوات الله الذي هو عليه. صناعة محمد صلى الله عليه وآله أحسنت. لكانت الحجة بيد خصمنا وليست بيدنا. شوف يا ابن أخي، إن دينا يخرج للبشرية فذا كعلي بن أبي طالب هو دين حق الله، وإن رسولا يؤدب أدبا كأدب علي بن أبي طالب هو رسول حق ما شاء الله، وإن دينا يعطي عبقريا كعلي بن أبي طالب، لم يقرأ في فلسفة اليونان، ولم يتعلم من أحد، ولم نعرف أن له معلما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم في التوحيد فرفع سقفا ما زلنا نلهث خلفه. أي والله. تكلم في نبوة محمد فعرفنا شيئا
من حق محمد في رقابنا صلى الله عليه وسلم من خلاله صلوات الله عليه. تكلم في الإنسانيات فأبدع، أخذ بمجامع القلوب، تكلم في البلاغة ونهج بلاغته ما زلنا نتعلم منها كل يوم. في كل لفظة خرجت من علي، كل كلمة آخذة بناصية أختها. الله الله. إذا تأملت في هذا بعيدا عن كونك شيعي، عن كونك شيعيا، وجدت أن ما قاله الله عز وجل هو بحق. إذا سئل محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلم ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بماذا أجابهم؟ طيب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب تتيقن أنه علي عليه السلام، لأن من حاز هذه المفاخر وصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد. محمد أحسنت. هو يقول عندما انتفت أوداجه. فإذا نحن نجد صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، بإمامة علي عليه السلام. هذا من جهة. من جهة أخرى بدك تشوف كيف كانت العلاقة بين الرجلين، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. أحسنت. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. ما شاء الله. كانت العلاقة أستاذ كرار، كانت العلاقة، يقول أمير المؤمنين كنت إذا سكت ابتدأني. الله. ما في الله. مجال لضياع الوقت. الله. هذا وقت المعصوم مرتبط بساق العرش وصولا إلى بيوتات مكة والمدينة. حسنت. كان يمضغ اللقمة ثم يلقمنيها، ما وجد لي كذبة في قول الله. أو خطلة في فعل. الله. هذه المرافقة الحثيثة والدائمة لماذا؟ ليوميات وساعات رسول الله، جعلت من علي ذلك الخزان الذي يمكن أن يعطيك بشكل تلقائي الساعة والسبب والتفسير لكل آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه بأسبقيته من جهة. هذه الأسبقية أعطت لعلي هامشا أنه الأسبق، فإذا ويستغفرون لمن سبقهم. أحسن. يجب على الأمة كلها أن تستغفر لعلي، فإذا هو الإمام وهي التي تتبع. الله. إذن لعلي بن أبي طالب دين في رقاب الأمة جميعا لا مناص لها. وأيضا يعني البعض الكثير يتساءل أن علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى لا أخرج عن النص وما اجتمعنا من أجله، الكثير يتساءل يقول علي بن أبي طالب هل هو فقط للشيعة أم علي بن أبي طالب للأمة؟ الآن قد توضح من خلال كلامك هو علي إمام. بن أبي طالب للكل، هو إمام. يعني تجد من كتب في علي مثلا من النصارى، شوف ما كتبه جورج جرداق. أحسنت. شوف ما كتبه بولس السلامي من شعر. أكيدا. اذهب إلى الناحية السنية ما كتبه يعني من أهل السنة، عبد الفتاح عبد المقصود ما طيب. قاله في شعره عبد الباقي العمري وغير ذلك. أنا طبعا أضرب أمثلة طيب. وإلا القائمة تطول. علي عليه السلام رفع راية للحرية. الله. الحرية عند علي مخالفة لكل الحريات المجترحة والمصطنعة. أحسنت. كلما ازددت عبودية لله وحده تزداد حريتك، كلما ازدادت حريتك. الله. بحيث أنك تستغني به إلى أن تصل، ربما هو دلنا على الطريق، ربما يمكن الوصول إلى عبادة الأحرار. أحسنت. عبادة الأحرار عند علي أن لا تعمل على قاعدة الخوف والهلع ولا على قاعدة الطمع والتجار، وإن كانتا مطلوبتين، وإنما على قاعدة أنني عبد وأنت رب. إلهي ما عبدتك خوفا من نارك طيب. ولا طمعا في جنتك ولكنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه الحرية أهلية الخالق لكونه خالقا ومقامي أنا كمخلوق يتصاغر ويتصاغر في داخلي
كل إرهاصات الأنا في مقابل هو. ولذلك علي عليه السلام ما قال أنا أبدا الله بمعنى الأنانية الشخصانية، لا، قال أنا معرفا عن إمامته الله ومعرفا عن وصايته الله معرفا عن تابعيته لله. ولذلك اقرأ القرآن كله تجد الطغاة يا ابن أخي شو بيقولوا؟ أنا ربكم الأعلى، أنا أحيي وأميت، هذه الأنوية التي أحسن. بينما أول ما قال الله لرسوله قل هو الله، هو قل هو الله، حتى إذا قال نبي من الأنبياء لفظ أنا قرنها بمشيئة الله، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني طلعت الأنا إن شاء الله قرنها. أحسن. علي سحق الأنا الله في داخله لمصلحة أنا التوحيد الله، يعني إن كنتم تريدون التوحيد من خلالي فأنا موجود. أحسنت. من أحسنت. أراد الله بدأ بكم وما وحده الله قبل عنكم، قبل عنكم بكم فك الله الذل من رقابنا. أي أيوة والله، هاي فلسفة الإمام علي بن محمد الهادي، مو هاي، هاي دستور. أنا عاشق أطواق حبك، إنما حريتي في أحسن. هذه الأطواق أحسن. حريتنا أحسن. بهذه الأطواق. أعطى للحرية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مفهوما جديدا. ولذلك كنت تجد في توحيد علي ألق ألق أي والله، خارج عن الجسماني، خارج عن أي شبهة، متجرد من كل حالة يعني تريد. هو الله أحد أي والله، نعم، عابد لله عز وجل. إذن علي بن أبي طالب عليه السلام هو حبيب رسول أمتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والممثل الأوحد للرسالة المحمدية البيضاء. ما هي الظروف المحيطة بعملية اغتيال علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن نتعايش بهذا الشهر المبارك وأيام شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ نحن نعيش، اسمح لي صحيح، ولا نتعايش، ما حدا منا في يتعايش مع مقتل علي، يبقى الأسى مرات احنا في الداخل شيء، نحن نعيش الذي نعيش في القلب نعيش، أي نعيش. نعم. قهرا مع اغتيال رجل فوت قاتلوه على الأمة أمرا كبيرا. طيب. كل يوم مع علي كنا سنزداد فيه علوا وسموا وارتفاعا وسؤددا. أنت تعرف والإخوان المشاهدون يعرفون أن علي عليه السلام هو نفس رسول الله، أكيد، و رأس علي هو رأس رسول الله. أحسنت. صدر علي صدر رسول الله، وما ينال من رسول الله ينال من علي. أحسنت. وكان رسول الله في بعض الروايات، يعني اللي بتجمع الروايات، ربما تعرض في حياته إلى ما يربو على 70 محاولة اغتيال الله من صغره. وألا تفضل فسر لي 70 محاولة اغتيال، ما يربو على 70 محاولة الله. هذا كلام أخذته مشافهة من محقق مفضال رحمة الله عليه، رحمة الله المرحوم آية الله السيد مهدي الخرسان رحمة الناجد. الله على روحه الشريفة. قال لي لأنه بدأت محاولات الاغتيال منذ حملت به أمه الله. ولذا اضطر جده عبد المطلب بحجة الرضاعة أن يرسله إلى بني سعد الله، بعيدا عن مكة موطن تزاحم الأقدام، فبقي حتى فطم كبر فطامه، قال بدهم يعلموا لغة عربية، يا لغة عربية، ما هو خير من نطق بالضاد، هو نعم بيعلمهم لبني سعد. كان الهدف إبعاده عن تلكم المحاولات، حتى ذهبوا إلى بني سعد لاغتياله، فقامت حليمة وزوجها بإرجاعه إلى جده عبد المطلب. هذا أمر ما بدي استغرق الوقت في تبيانه. أمير المؤمنين منذ لحظاته الأولى يتعرض لكثير من محاولات الاغتيال، وتعرض أبرزها عندما غزا رسول الله في تبوك وبقي في المدينة. طيب. إذا بتشوف ماذا فعل المنافقون في المدينة. طيب. ليخلوها من علي حتى لا يجد محمد صلى الله عليه وآله حين رجوعه من غزوة تبوك قاعدة يأوي إليها. المنافقون ودورهم حفروا له حفيرة وفوت عليهم الفرصة، ولذلك نفهم لماذا خلفه رسول الله في المدينة. طيب من هم الذين يريدون قتل علي؟
هو يعني عبد الرحمن بن ملجم انت مصدق لعنة الله عليه؟ انت مصدق له اداة انه والله قاعد فكر وقدر وطلع معه ان يقتل عليا عليه السلام؟ هنالك يد مولانا. احسنت، مش يد، ايادي. ايادي تقاطعت مصالحها على الحق الذي يمثله علي عليه السلام. الله. الانتهازيون، الوصوليون، المنافقون الذين في قلوبهم مرض. مشتهو السلطة. الله. مشتهو السلطة، عباد الطبقية. الله. تعرف شو معنات اني اتسلط عليك وسلطك على الكاميرامان والكاميرامان يتسلط على الثاني والثالث على الرابع وهكذا؟ ضلقت الخيوط بايدي. علي ترك بينه وبين كل مخلوق خيط. الله. ترك بينه الله. وبين كل المخلوقات خيط واحد خيط. بيده باعتباره إمام. الله. ألا وإن لكل مأموم ما بيناسبهم. ولذلك اليهودي له مصلحة، مردت أهل الكتاب لهم مصلحة. حسنت. المنافقون لهم مصلحة. الخوارج لهم مصلحة. هلأ الأداة التنفيذية أشقى الآخرين هو عبد الرحمن بن ملجم، بس كمان ما يعني خلنا نحكي الأمور بصراحة، عبد الرحمن بن ملجم شهدته في التاريخ توصية من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طيب. لواليه على مصر عمرو بن العاص أن يحسن وفادته وأن يفرغ له بيتا بجوار المسجد، قال إني أوثرك برجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم. هذا الأمر يجعلني أتساءل، يعني هل يستطيع عبد الرحمن أن يقشمر سلطة بكاملها على قولتكم العراقيين، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وبالتالي بدك تفتح الأسئلة على مصراعيها، لماذا قال علي قتلني ابن اليهودي؟ الله. طبعا فإذا ابن اليهودي يعني أمه يهودي، الإمام ما عم يحكي مجاز، عم يحكي حقيقة. وطبيعة الحال أن ابن ولا يقتل الأنبياء والأوصياء إلا ابن حرام. أكيد. سئل إمامنا الصادق لماذا لم يقتل فرعون موسى؟ قال لأنه ابن رشدة، منه ابن حرام. الله. ولا يقتل الأنبياء وأوصياء الأنبياء إلا أولاد الزنا. الله. شوفوا لي تاريخه، تاريخه مبين، ما بدي استطرد أنا أمام المشاهدين بتبيان تاريخ عبد الرحمن بن مجد، تجده مثل القمع، شو بتسموه أنتو؟ القمع الذي يوضع فيه المياه. تصب المصالح كلها في أشقى الآخرين، هو اللي مستعد يحمل السيف، لكنها مصالح تمتد من القسطنطينية وصولا إلى فسطاط مصر. أحسنت. إلى المدينة، إلى جوف مكة، حيث كتبت صحيفة مرة وصحيفة مرة أخرى. الله. إذن شيخنا دعني أستأذنك بالخروج إلى فاصل ومن ثم نواصل. حاضر. وجزاكم الله خير الجزاء. إذن فاصل ونواصل إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ساير علي اسمي صار ما توصل الجسم النار، ساير علي اسمي صار ما توصل الجسم النار، علي إلي ولي كاتب بالدم مستهل، ميت عدل صحيت حيا على خير العمل. علي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. مرة أخرى من قناتكم قناة الجوادين المتمثلة بمنصة القداسة بالعتبة الكاظمية المقدسة للإمامين الجوادين عليهما السلام، وعود محمود مؤطر ومعطر ببركة الصلوات على محمد وآل محمد وعلى روح علي بن أبي طالب المقدسة، مع فضيلة الشيخ محمد كنعان رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان. مرة أخرى أتشرف باللقاء مع جنابكم إن شاء الله ومحاورة جنابكم الكريم. مولاي الفاضل، لماذا حصل الملل بين الأمة وعلي بن أبي طالب؟ بل أدق، لماذا حصل الملل بين جل الأمة وعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال أمير المؤمنين في ليلة لعلها قريبة من ليلة ضربته، قبض على لحيته، نظر إلى السماء، قال اللهم أني مللتهم وملوني
وسئمتهم وسئموني. أحسنت. عندما يبدأ الانحراف بنقطة ثم يستمر وينتهي إلى تصبح النقطة كيلومترات. أحسنت. بعد واقعة الجمل يعني بعد 25 سنة ونيف طيب من انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى صلى علي بالناس صلاة قال بعض الصحابة صلى بنا علي عليه السلام بعد الجمل صلاة ما كنا قد صليناها منذ زمن رسول الله. الله أكبر. يعني في أمور طمست، في وضوء تغير، في صلاة تغيرت. الله. صلى معاوية بعد أن استتب له الأمر بالناس في المدينة فلم يكبر بعد كل فعل، ما تخلص القراءة أنت بتقول الله أكبر طيب. سبحان ربي العظيم، فلاموه على ذلك فأعاد الصلاة. كان رأس الملك ما بيعرف يصلي. الله الله. حتى صحح له بقية المهاجرين والأنصار. إذن بلغ الانحراف حدا، ضياع في الأمة الإسلامية، بلغ الانحراف حدا أن طيب. عليا لم يطالب باسترجاع فدك. ليه؟ طيب. لأنه أولا قال الطرفان صاروا عند ربهما والله يأخذ الحق، ثانيا إن أهل بيت نأخذ حقوق الناس ما بناخذ حق أنفسنا، الله بيأخذ لنا حقنا. طيب. ثالثا في بعض الأمور إذا بدي صححها خشيت أن ينتقد علي عسكري عندما أمر بإيقاف صلاة التراويح التي قال عنها مؤسسها نعمة البدعة هي قامت قيامة الناس وقالوا وسنة عمراء، بيقول أمير المؤمنين خشيت أن ينتقد علي عسكري حتى لم يراعي رسول الله وسنة عمراء. وأحسن. إذن بلغ الأمر حدا أن الأمة اعتادت على أن تكون تابعة لصاحب التسيد ولا تكون تابعة لصاحب التعبد. الله أكبر. وفرق بين التسيد والتعبد، التعبد الذي سميته حرية علي أنا عليه السلام وعبادة علي وتوحيد، وبين حب التسيد الذي يرى الناس مملوكين له. أولم يحتل المدينة يزيد بن معاوية ووسم المهاجرين والأنصار، وسمهم مثل الحيوانات، الله وبايعوه الله. على أنه على أنهم عبيد أقنان له. صار ولا ما صار؟ صار صار. إذن الأمة لم تعد تحتمل عدل علي وتطامنت لجور غيره الله. فما زال أمرها يذهب سفالا وسيبقى إلى أن يخرج ولد علي عليه السلام الله فرجه ليعيد تقويم الأمور بعد لائي. بعد شو؟ بعد ما الناس تكون قد جربت كل ما هو وضعي الله. وحتى لا يقول قائل لو حكمنا لفعلنا، خلص طالما حيدت أهل البيت عن المقام الذي وضعهم الله به ذوقوا وبال أمركم وجربوا. طيب. حتى إذا أقيمت الحجة بـ 313 رجل تقام الحجة بهم لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر يخرج صلوات الله وسلامه. لذلك وصل علي إلى الحد أنه أدى تكليفه طيب. وقام بحجيته. ثمة أحكام لولا لما فعلها أحد بعد رسول يعني الله يعني أدى الأمانة بكل حذافيرها. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأديت الأمانة. كل أئمتنا أدوا أمانتهم. وصفين يا ابن أخي أكلت خيرة القوم، بقي المترديات والنطائح وما أكل السر، بقي الأشعث ابن قيس الكندي والمتردي والنطيحة، ما بدي فوت بتسمية. شو بده يشتغل معهم أمير المؤمنين صلوات الله؟ هو أصلا ما يفهمه، ما واصل إلى فهم علي بن أبي طالب ورقي علي بن أبي طالب عليه السلام. سأختم بأمر أرجو أن يكون حاضرا لدى أخواني المسلمين إن شاء الله بإذن الله تعالى. لماذا وقف إمامنا زين العابدين صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه أمام يزيد؟ قال أنا ابن أصبر الصابرين. الله شو أصبر الصابرين؟ أنا بفهم وأنت بتفهم،
أن واحد أوذيت زوجته كسر ضلعها وصيرت بين الحائط والمسمار. أحسنت. هو يعلم بمقتل ولده الحسن، يعلم بمقتل ولده الحسين، يعلم بسبي زينب يعني. بس أصبر الصابرين بعد في مفرد ضايع. تعرف ما معنى أصبر الصابرين؟ أن تأتي بشخص كان نورا في ساق العرش قبل أن يخلق الله أي خلق، ملتحم برسول الله صلى الله عليه وآله، وتنزله على درابين مكة والمدينة وتحطوا بين هيك بعض الناس وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. الله، مردوا على النفاق. حطوا بيناتهم وهو صابر ساكت مستسلم لأمر الله، من ساق العرش، من سدرة المنتهى إلى صحراء مكة والمدينة. الله، أي صبر هو هذا؟ وتحملهم 63 سنة. الله أكبر. ما زلت إذا صحت الرواية ما زلت مذ ولدتني أمي مظلوما، وإن عقيلا ليرمد فلا يرضى أن يذر حتى أذر، فأذر وما بي من رمد. الله، شكرا على استضافتك. الله يوفقكم. عظم إن شاء الله لكم الأجر جميعا بشهادة أمير المؤمنين. الشكر موصول للإمامين صلوات الله وسلامه عليهما على استضافتي في هذا الشهر الشريف في رحاب الكاظمية المقدسة، ومع الأخ الجليل سماحة الشيخ حسين آل ياسين في المخيم الحسيني في ممثلية المرجعية العليا. نسأل الله لنا ولكم حسن الحظ. الحمد لله الذي وفقنا للقياكم وللجلوس معكم، حياك الله، ولفائدة المشاهدين جميعا إن شاء الله. نتمنى التوفيق والدعاء أيضا لمرجعيتنا العليا المتمثلة بآيات الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، وحفظ جميع من يمثل هذه الشرعة السمحاء التي سعى لها علي بن أبي طالب عليه السلام ومن قبله رسول الله. الشكر باسم كادر قناة الجوادين لكم ولحضوركم وتجشمكم على الطريق. شكرا إلى سماحة الشيخ محمد كنعان رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان، وشكرا لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحيتي واحترامي وتقديري، وكما بدأتها بالصلاة على محمد وآل محمد أختمها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.